معايا دلوقتي عبر الهاتف مداخلة أو مكالمة هاتفية في منتهى الأهمية مع واحد من الأسماء الكبيرة جدا في الكرة المصرية، الكابتن الكبير كابتن ضياء السيد المدرب العام السابق لمنتخبنا الوطني. كابتن ضياء مشرف ومنور، صباح الفل عليك. ازيك يا كريم، اخبارك ايه؟ اخبار حضرتك ايه؟ والله انت مكسر الدنيا. والله انا مبسوط اللي انت معايا، ده اهم حاجه. كل ضيوفك اجانب وحاجه تفرح والله. حبيبي يا كابتن ضياء، ربي يخليك والله. وبعدين احنا مفتقدينك، ما اكدبش عليك يعني، ومفتقدين كارلوس كيروش كمان. انا عارف ان انت من محبي كارلوس كيروش، واكيد حضرتك كمان هتأيد الرأي ده بجانب الشغل. على فكره انا هسألك دلوقتي اول سؤال، هو بجانب شغلك معاه وبجانب اكيد ان انت راجل فاهم كوره كويس قوي، الراجل ده كان قد ايه مهم للكره المصريه؟ لا كان مهم جدا جدا يعني، وكنا نتمنى انه يكمل، كان هيفيد من وجهه نظري عشان برضه الاراء تبقى متاحه يعني، ما تبقاش شهاده مجروحه. هو شخصيه فنيه عاليه جدا، شخصيه قياديه كويسه جدا، بيقدر يجذب كل اللي حواليه من خلال الشغل سواء لعيبه او مدربين. حجم العمل اللي بيعمله في ترتيب اوراقه كبير جدا بشكل كبير. طبعا هي خبراته وكل السي في بتاعه بيقول ان هو اشتغل مع اماكن كتير ونوعيات كتير جدا من لعيبه الكوره ومن الدوريات ومن المنتخبات، فانا بقول ان هو طبعا شخصيه عظيمه يعني في التدريب يعني في كل حاجه يعني. طبعا تتوقع كابتن ضياء انه ممكن يرجع مره اخرى؟ انا مش بسالك على معلومات، انا بسالك على هل الراجل مش عنديش معلومات يعني. بالظبط، انا بسالك على التوقع الفني. ما عنديش معلومات بس مش عارف، ممكن الموقف بعيد شويه لكن ما عنديش معلومات يعني. حاسس ان الموضوع بعيد، ما اعرفش التفاوض ايه، انا بقرا الجرايد وبشوف المواقع بشوف حاجات كده يعني، لكن مش عارف يعني الخطوه اللي جايه هتكون. طيب لكن انه يكون موجود دي حاجه كبيره. حلو جدا، انا هصيغ السؤال بصيغه اخرى يعني، سيبك من المعلومات والتوقعات، هل انت بحكم عشرتك للراجل تفتكر ان هو يحب يرجع تاني يشتغل مع منتخب مصر؟ هو قبل ما يمشي كان عايز يقعد. كان يعني في طريقه انه كان كل حاجه انه يقعد، لكن برضه ما اعرفش ايه اللي حصل في التفاوض. وحصل الانفصال يعني. هو راجل محترف وبيقدر يقدر الظروف الكبيره جدا، وبيعرف يعمل حساباته يعني. هو دايما يقول انا يعني مدرب ليا كارير وليا خبرات كبيره جدا، لازم اي خطوه اعملها زي اللعيبه الكبار يبقى بعمل حسابي في كل الظروف في كل حاجه يعني. ده كان كلام عام بيتقال يعني. صحيح. منه يعني. صحيح. لكن ايه اللي بيتم من مفاوضات او مش مفاوضات ما عنديش. بعد ما راح على كابتن ضياء في تواصل بينك وبينه ولا اتقطع الاتصال؟ لا في تواصل دايما، بلاش الاسئله الخبيثه دي يا كريم. ما انا بتعامل مع اذكى الضيوف اللي ممكن اتعامل معاهم في حياتي. انت عارف مش هعرف اكذب، ما بلاش الاسئله دي. اصلا انت حضرتك قلت لي انت ما تعرفش هو راح ليه وما تعرفش هو جاي ولا لا، وبعدين قلت لي ان انت في تواصل دائم مع. بص احتراما لكل الاطراف عظيم اللي هي المنوط بيها هي اللي تعلن. صحيح. فانا ما مش من حقي يعني مش طرف اللي يعلن يقول حصل كذا او ما حصلش كذا. لازم احترم اتحاد الكوره واحترم كروش يعني، اي حد فيهم عايز يطلع يعلن ان هو اللي يطلع يعلن. صحيح. طيب انا هسالك على حاجه، انت قبل ما يمشي كارلوس كيروش كنا عارفين ان هو مكمل وحضرتك موجود، والراجل بالتعاون مع حضرتك ودايما انت لما بتتعاون مع مدربين اجانب، المدربين الاجانب بيحبوا يتعاملوا مع الكابتن ضياء السيد، مريح وسهل وما عندوش مشاكل وفي نفس الوقت مفيد. هل تتوقع انه لو عاد كارلوس كيروش هتبقى موجود، ولا انت عندك مشكله مع اتحاد الكره واتحاد الكره عنده مشكله معاك؟ انا عن نفسي ما عنديش مشكله مع حد. اوكي. بس لو في حد عنده مشكله معايا يطلع يقول ان انا عندي مشكله مع كذا كذا كذا، وبلاش حكايه المصادر. لا خالص، ما بتكلمش عليه. انا فاهم. لانه المصادر دي برضه اتكلمت في الفتره ما بين بطولة عربية وبطولة افريقيا، وما بين بطولة افريقيا وماتش كاس العالم. وكملنا الحمد لله. لكن الجملة الشهيرة انه في خلافات. الموضوع بسيط. بص لا انا ما عنديش خلافات خالص، واحترم الناس كلها وكل الناس محترمين لدي يعني.
بس اللي عنده خلافات يعلنها، يطلع يقول كذا كذا. وانا الموضوع سهل وابسط مما هو محتوى. طبعا شرف كبير انك تكون موجود في تدريب منتخب مصر. انت واخد بالك؟ لكن الموضوع ابسط من كده بكتير بكتير. لما تبقى في ترابيزه وفي مصارحه، كل واحد يقول اللي عنده. في النهايه ما فيش اختلاف في الكوره. يعني حتى لو انت مش عايز ضياء سيد وكيروش قال لا انا عايز ضياء سيد، انا ممكن افوت الاشتباك لو كان وجود كيروش هيبقى لصالح الكره المصريه. عظيم. انت واخد بالك؟ يعني هو في اكتر من اللي حصل لاب. يعني في اكتر من كده. فالامور عندي انا بسيطه جدا. انا كنت لسه هسالك لو انت كنت في الموقف بتاع الكابتن ايهاب جلال ده، كان هيبقى ايه موقفك بعدها يا كابتن ضياء؟ لا، هو موقف دمه تقيل ومؤلم. ويا ريت انتوا ما تحاولوش تستعيدوا الموقف ده كتير، عشان ايهاب احنا عايزين ان ايهاب مدرب كبير ويمشي في طريقه. والكرة فيها حاجات كتيرة جدا، وهو مدرب كبير، وان شاء الله يبقى له نجاحات في حتت كتير جدا، وربنا اختار له الخير والحاجات دي كلها. لكن اعادة نعمل ريبلاي للموقف، طبعا موقف ده مهم. يعني ما فيش اي مدرب ولا اي حد يحب انه يتحط في الموقف ده. صحيح. طيب قبل ما يمشي كارلوس كيروش، كنا سمعنا اخبار حلوه، اخبار حلوه جدا بصراحه، انه الراجل كان بيعرض خطه وبيعرض شكل لتطوير الكره المصريه ليه علاقه بالمسابقه وليه علاقه باللاعبين وخلافه. هل حضرتك على علم بالخطه ديت؟ هل حضرتك كان هيعمل ما بالظبط. لكن احنا في مناقشاتنا في حاجات كتيره من خلال شغلنا، يعني من خلال شغلنا يعني. كان طبعا بيبقى في ملاحظات، واحنا مثلا في ملعب بنتفرج ان الماتشات بتقف كتير، ان اللعيبه بتقع كتير، ان الحكام لازم يبقوا ياخدوا جرأه، وانه الماتش يشتغل كتير، في توقفات كتير من اللعيبه وادعاء الاصابه. في حاجات كتيره جدا يعني كنا بنناقشها لصالح ان الكوره تبقى اسرع، وان الكوره تستمر اكتر، عدد دقائق اكتر في الماتشات. يعني حاجات كتير. لكن ما اتكلمش في صميم زي ما اتقال انه عايز يقلل عدد الدوري او عايز يقلل عدد الاجانب، ما اتكلمش في الحاجات دي. لكن هو طبعا انا اعتقد انه لو كان قعد كان هيعمل حاجات كتيره جدا جدا من خلال خبراته يعني، او كان هيعرض حاجات والاتحاد يشوف الانسب ويعملها يعني. صحيح. انا عارف السؤال ده اتسالته قبل كده، بس هكرره عليك تاني، مش عليك انت بقى شخصيا، بس على كارلوس كيروش. هل فعلا عندك معلومة أو سمعت إن محمد صلاح كان مشارك في اختيار كارلوس كيروش لتدريب المنتخب؟ ده سؤال خبيث برضه. لا خالص. خد بالك. أنت عارف إن أنا أطيب واحد تعرفه في حياتك يا كابتن ضياء. يا كابتن ضياء، أنا أطيب واحد تعرفه في حياتك. قبل ما تطلع على الشاشات. اتفضل. كنت أهدى من كده خالص. كنت طيب. الشاشة لا بس هو مش الشاشة، لا أنا عليت بذكائي لحضرتك شوية. العشق. أنا عارف. بص أنا هجاوب، وأنا عارف إنك أنت عارف الإجابة تماما. اتفضل يا كابتن. طبعا الموضوع ملوش أي علاقة بأي حاجة خالص. صلاح من ساعة ما كان اشتغل في المنتخب اشتغل مع كل المدربين. اشتغل مع أجانب ومع مصريين. يعني لو كان هو عايز حاجة معينة كان عملها، زي ما اتقال إنه صلاح بيجيب الكابتن ضياء. وان صلاح من بعد فتره برادلي جه عليه حوالي 5 مدربين وانا ما كنتش موجود. انت واخد بالك؟ زي صلاح بيجيب صحابه اللعيبه. والكلام ده كلام عاري تماما من الصحه. والكلام ان وكيله تدخل في انه يجيبه، اعتقد انه الكلام ده مش صح خالص طبعا، وملوش اي دور في ده. وانت عارف صلاح اكتر مني وقابلته كتير، وعارف حدوده وعارف احترافيته. وعارف قد ايه هو عارف الحدود بتاعته بشكل احترافي كبير. ممكن اقول لك حاجه في القصه دي قلتها من يومين يا كابتن ضياء، انا ممكن يبقى رايي حتى عكس رايك، بس هقوله لك وخلاص. انا قلت هو ايه العيب اصلا ان محمد صلاح الراجل طبعاً القيمه طبعاً. اللي هو بالنسبه لنا ممكن يتعامل معاه ان هو مستشار مش مجرد لاعب، هو بيشوف حاجات احنا ما بنشوفهاش. خبرات. لا هو بيعمل الحاجات الخبرات بينقلها للعيبه بس في الاوض المغلقه. نعمل دي وما نعملش دي، يا جماعه لازم نعمل ده ونركز في ده، ولازم نعمل دي ونعمل ده. ده بينقل خبراته كلها والحاجات اللي متعود عليها واللي وصلته المكانه دي. على طول ما بيبخلش بيها، وطول الوقت بيتكلم فيها سواء مع لعيبه فرديه او مع الفرقه ككل يعني. طول الوقت. لكن هو
انا بقول ان هو يعني مش عايز اقول للاسف لا هو ما بيتدخلش خالص وما بيعملش الكلام ده خالص وما بيحبش الكلام ده حتى يتقال يعني. صحيح. ولا الجهاز الفني مثلا يجي يقعد في اجتماع بصفته قائد الفريق يقول والله احنا هنشتغل كده الماتش الجاي، هنعمل كده الماتش الجاي، لم الفرقه. لا الكلام كله بيبقى في المعنويات. في المعنويات مش فاهم. صلاح خد بالك اللي احنا حاسين من ان اللعيبه مش شايفه الماتش ده سهل. يعني بعد ما كسبنا ماتش كوت ديفوار انا بشوفها كانت اجمد فرقه موجوده في البطوله. صحيح. لما كسبنا وعدينا حصل لنا كده شويه انتشاء كده، احنا بنحسينا ده من خلال اللعيبه، احنا مع اللعيبه طول الوقت. فصلاح خد بالك انه اللعيبه حاسه ان ماتش المغرب اسهل من كوت ديفوار، مش عايزين نقع في نفس اللي وقع فيه كوت ديفوار بعد ما كسبوا الجزائر. دخلوا على ماتشنا مغرورين شويه وفاهمين ان هم عملوا اقصى حاجه فاحنا كسبنا الحمد لله. فمش عايزين نعمل ده، هو يروح على طول لامم يجيب اللعيبه انا هتكلم يا كابتن وهنعمل حاجات اللي فيها معنويات وفيها زي ما اتكلم في المؤتمر الصحفي قبل ساعه ماتش قبل ماتش ساحل العاج. هو كان بيبعت رساله، حابب ان يبعت رساله، دوره كبير ودوره عظيم وكان قائد فعلا كبير جدا بالنسبه لمنتخب مصر. صحيح. طيب هاخدك شويه بعيد عن المنتخب، النهارده الاهلي والزمالك، الزمالك بيكسب باسيست ليوسف اسامه نبيه، الاهلي بيكسب باسيست من زياد طارق، وبدا الفرقتين يشغلوا الشباب او يطلعوا الشباب اضطراريا، يعني ما كانوش بناء على رغبتهم الغيابات تخليهم يلعبوا. دلوقتي بقى شايفين حقيقي وحرفيا ان احنا عندنا شباب وناشئين كويسين، رغم ان احنا كنا الفتره اللي فاتت دي كلها بنقول انه يا جماعه قطاعات الناشئين فيها مشاكل وان احنا ما بنطلعش لعيبه ناشئين، يبدو كده انه هي كانت بتبقى قرارات مدربين مش اكتر يا كابتن داي، رايك ايه؟ خد بالك انه الناشئ اللي بيطلع وبيلعب في تحت ضغط او زي ما انت بتقول قرار اضطراري ويظهر بشكل كويس هو ده اللي انت هتقدر تعتمد عليه السنين قدام. صح. طبعا لما تبقى عمليه منظمه وداخله في اطار تنظيمي بتدخل في اللعيب الصغير في وسط مجموعه، بس ده لما يبقى عندك مسابقه منتظمه وتبقى عندك كل حاجه منتظمه ما تبقاش مضغوط وما تبقاش لما تبقى الامور ماشيه كده وبالفرقه ماشيه بانتظام وكل حاجه فايقه واللعيبه الكبيره فايقه بتدخل في وسطيها واحد واثنين وثلاثه على فترات. لكن اللعيب الصغير دلوقتي اللي زي اللعيبه اللي بتلعب في الـ في الـ في اللي لعبت في الزمالك ولعبت في الاهلي، عشان انت مضطر تحت ضغط وظهور اللعيبه دي بمظهر كويس، انا بعتقد انه ده انسب وقت للعيبه دي. انسب وقت انهم يعبروا عن نفسهم احنا بنلعب تحت ضغط واللي حوالينا مش في احسن حالاتهم، اللعيبه الكبيره مش في احسن حالاتهم وبنظهر وبنبقى مؤثرين وبنظهر بشكل كويس، انا بعتقد ان ده مكسب للنادي ودي حاجه كويس، عكس لما تبقى عمليه منتظمه عمليه التصعيد. صحيح. عمليه التصعيد المنتظمه محتاجه مسابقه منتظمه، مش ما ينفعش انها تيجي والفرقه فايقه كلها، ما يعني هتاخد وقت. رغم ان ده بيبقى احسن للناشئ ان كل اللعيبه الكبيره الخبرات اللي حواليه كويسه يخش في وسطيهم. لكن ده مش متوفر ليه دلوقتي. صحيح. الزمالك عنده ضغط اصابات وتجديد عقود والاهلي عنده ضغط اصابات، فانت بتدفع باللعيبه دي في الظروف الصعبه دي ومعظم اللعيبه الخبرات مش في فورمتهم بشكل كبير جدا ويظهروا بشكل كويس، فانا بشوف ان ده نجاح للعيبه دي واتمنى انهم يستمروا لان الاستمراريه مهمه جدا. مظبوط. مهمه جدا. صحيح. رحيل بيتسو موسيماني عن النادي الاهلي يؤثر ايجابيا ولا سلبيا على الفريق؟ والله هو حاجتين يعني. بيتسو عمل حاجات كتيره كويسه مع النادي الاهلي طبعا، مدرب كويس ومدرب كبير، كان في اختلاف وجهات النظر في طريقه الشغل وطريقه الشغل هتقول لي طب ما هو خد بيها بطولات. لا بتبان على اللونج ران، ما تبانش على طول. انت واخد بالك بيجي عليك وقت بتحتاج الريزيرف، بيجي عليك وقت بتحتاج اللعيبه الصغيره، بيجي عليك وقت تلاقي الشوط الثاني بدل ما انك واقع، فالمسطره دي ما كانتش ماشيه الى حد كبير في الاخر، عشان كده النتائج بتبان في الاخر. النتائج بتبان في الاخر، المكسب ساعات بيبقى موجود وانت مش كويس. للتوفيق معاك للحاجات دي كلها، لكن عمر البيزك نفسه ما يستمر على طول معاك وانت مش عامل كل الواجبات.
صحيح. لا لازم هتيجي في وقت هوب بيحصل الدروب، والوقت اللي حصل فيه الدروب مشي فيه موسيماني. فلكن هو ما له عمل حاجات كويسه وخد بطولات مع النادي الاهلي، واعتقد ان هو استفاد من الفتره اللي كان موجود فيها في النادي الاهلي، والنادي الاهلي استفاد ببطولات قيمه برضه في وجوده. لكن هنا خلاص كات ونبتدي نشوف اللي جاي. هي اسوأ ما فيها انها فوزت الموسم. دي ابوخ حاجه للفرق الكبيره، انك تمشي او يمشي مدرب في وسط الموسم، لانك انت عمليه التعاقد مع مدربين دي مش سهله. صح. مش سهله اطلاقا. صح. مش سهله. صح. ولما لو جبت حد كبير جدا ومدرب واعي جدا وفي وسط الموسم مع شكل المسابقه مع شكل الماتشات دي، ممكن يبان انه أسوأ مدرب في العالم. صحيح. انت واخد بالك؟ لانه مش هيلحق يشتغل ومش هيلحق يحط. طب انت النهارده انا بشوف ان الاهلي عنده بدني، هتعليه امتى البدني؟ استحاله عندك وقت ولا مساحه في التمرين حتى لسامي قمصان نفسه. صحيح. انت واخد بالك؟ استحاله هتلاقي المساحه. فانت ما عليك انك انت تجهز مجموعه وتعمل الروتيشن، وتجهز مجموعه وتريحها، وبعدين تدخل اللي بعديها، وتدخل لحد ما توصل لمعدل ده هياخد له خمس ست ماتشات. فخمس ست ماتشات دول تكسبهم زي ما انت باي شكل. صحيح. باي شكل. صحيح. صحيح. طيب لو انت كان ليك النصيحه لمحمد صلاح، وانا عارف انه انت هتقول لي ان محمد صلاح نجم كبير وعارف كل حاجه، بس انا عارف ان هو بيستشيرك وبيسمع منك، تنصحه يكمل من لا في حاجه فضل. في حاجه مهمه جدا. اتفضل. يعني احنا بنتكلم كتير وبساله ويسالني ويقول لي واقول له، لكن عمري في حته مستقبله انا بقالي قاطع فيها دي من ساعه ما راح ليفربول ما بتكلمش فيها خالص. عارف قد ايه هو الناس اللي معاه بتدير اعماله ازاي، وهو بيدير حياته ازاي. عمري ما اقول له روح كذا او اعمل احسن لك كذا، لا. هو قدامه شاشه كبيره الناحيه الثانيه، ولا حد فينا شايفها. ايوه صح. ولا حد فينا يعرفها. صح. فلو انا ممكن اطلع ادعي واقول له انا قلت له وانا عملت له. وانت ممكن تقول مثلا انا شايف ان احسن له يكمل في الليفر. لا ولا شايف. أقول. لا ولا انا بقول لك يعني انه تلاقي بعد كده هو لا، هو ممكن يبقى افضل بكتير لو راح ريال ولا برشلونه او يكمل مع ليفربول، ده افضل له. انت بتقول ان هو بيبقى شايف الصوره كامله، وده دايما بقوله هنا ان هو من اكتر من اول ما راح بازل وهو في تنقلاته احنا مع بعض يقول لي انا راح كذا الحته دي هروح عشان نعمل كذا اتكل على الله، ومع متابعين. لا لكن ما اقول له تروح، لا سيبك من دي وروح دي، لا. الناس اللي بتديره واعماله واسرته وحياته دلوقتي حاجه تانية خالص. ولا اي حد يقدر اي حد بقى من الجمهور عادي يطلع يقول انا شايف كذا وانا بحب كذا ويعمل كذا. عادي. طبيعي. عادي. طبيعي. لكن احنا عمرنا ما اتناقشنا في الموضوع ده خالص. كابتن ضياء هو بيتاثر لما بيشوف انتقادات او هجوم او الناس تحمله كتير قوي للمنتخب، ان هو المفروض هو اللي يتحمل المنتخب ويشيل المنتخب ويكسر المنتخب، هل صلاح بقى بيتاثر ولا الامور دي بتعدي بالنسبه له عاديه وما بيشوفهاش؟ لا بتوصل له طبعا. بتوصل له وبتتاثر، وساعات بنتكلم فيها يعني لحد اخر وقت يعني ساعات بنتكلم فيها. لكن طبعا بتوصل له. لكن اللي بيناقش المواضيع عنده قصور في معلومات كتيره جدا لازم تتقال. فما ما يعني ما تجيش بس كده هوب صلاح ايه؟ في حاجات كتيره جدا لازم نتكلم. انت كاعلامي وكصحفي بقالك قد ايه بتتكلم ان احنا عايزين نصلح الكوره، وعايزين بروجكت، وعايزين مشروع. صح. وعايزين نقول على اسس، بقالك كام سنه كتير ده. كتير تقريبا من لا من ساعه ما وعيت ده من ساعه ما وعيت اتفرج على ناس بتتكلم في الكلام ده. في ناس اقدم منك. ما انا بقول لك اهو من ساعه ما وعيت بتفرج على ناس بتقول الكلام ده مش لما انا بقوله. فاحنا مش عشان بقى في لعيب كبير عندنا احسن لعيب في العالم بمجهوده وبالبلان اللي عمله لنفسه وتحدياته مع نفسه ان هو اللي يشيل كل الخطايا بتاعت السنين دي كلها نختزلها في صلاح. لا عشان كده بقول احنا لازم لما تيجي تقعد عايز تتكلم في الموضوع ده بص للواقع بتاعك وخليك صريح وحل بس. صح. لكن هنقعد انا اقول كريم وانت تقول ضيا. لا احنا بنستسهل نشوف هنضرب في مين. دي اسهل حاجه. ده الكبير حاجة. ده الكبير فيهم. عارف انت لما تيجي تتخيل كده يقول لك ايه هات لي الكبير بتاع انا محمد صلاح طبعا اتخانق مع محمد صلاح فاهم يعني. لا مشاكلنا كتير ومش هتتحل غير جماعيا. صح. بكل الناس المسؤولين عن الكوره يعني. صحيح.
كابتن الكبير كابتن ضياء السيد مدرب عام منتخبنا الوطني السابق، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه كالعاده.